من شمال المغرب وبالضبط من مدينة مولي علي بن راشد، الشاون أو شفشاون، المدينة الجبلية الساحرة بألوانها الزرقاء ومياهها العذبة، بتنوع مؤهلاتها الفلاحية ومنتجاتها المجالية. كرحب بكم خوتي وخواتاتي الفلاحة في حلقة جديدة من بودكاست المثمر كونيكت، البودكاست اللي من خلاله غنتعرفوا على مبادرة المثمر رفقة أناس اللي شقوا طريقهم في عالم الفلاحة وقدروا أنهم يستثمروا في هذا القطاع. ضيفتي في حلقة اليوم هي إنسانة طموحة قدرت أنها تشق طريقها في هذا المجال، انتقلت من مجال السياحة الجبلية التضامنية إلى العمل التعاوني، ساهمت في أنها تشغل أزيد من 30 امرأة، واليوم هي حاضرة معنا في هذا البودكاست باش تشارك معنا التجربة ديالها. للا إحسان، مرحبا بك، شكرا على الحضور وأنك تقاسمي معنا التجربة ديالك. شكرا الأخ أناس، بدور حتى أنا كنشكركم على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافة. للا إحسان، بداية بغينا نتعرفوا عليك، بغينا السادة المشاهدين يعرفوا شكون هي إحسان حمودان. إحسان حمودان هي بنت القديسة العذراء، بنت فشاون، رئيسة تعاونية بيو سليم منتوجات المجالية المحلية، رئيسة مجموعة ذات النفع الاقتصادي السيدة الحرة مدينة شفشاون. كيفاش كانت البدايات ديالك في العمل التعاوني؟ يعني كنعرفوا أنك انتقلت من مجال السياحة التضامنية للعمل التعاوني، كيفاش كانت هذه النقلة؟ في البداية بصراحة أنا كنت كنمارس السياحة الجبلية. نعم. فكرة كإنشاء تعاونية ما كانتش عندي في البال أبدا، ما كانتش عندي فيها بها لا دراية ولا علم. وبالصدفة الأخت ديالي كانت مرضت مرض سرطان، الله يحفظ العباد كله منه، وكنا كنلقاو عندها مشكل كبير في الاقتناء ديال المنتوجات ديالها اللي باش تاكلها بحال المنتوجات الغذائية، رغم أنك تعرف إقليم شفشاون غنية بالثروات ديال هذه الطبيعية. فكرت أنني نأسس، قمت واحد التجربة معها في واحد المنتوج ونجح، وقلت لها إن شاء الله يا ربي هذا باش يكون شي خاص بك، باش يكون خاص بالناس اللي مرض كاملين. وبهذه المناسبة فكرت أنني نأسس تعاونية وتسمت تعاونية بيو سليم. يعني أن هاد تعاونية بيو سليم، أن الدافع الأول اللي كان عندك باش أسيها هو المرض ديال الأخت ديالك، كانوا عوامل أخرى؟ كاين عوامل أخرى، بحكم أنني كان المسيحة الجبلية، كنتقل من القرى للقرى، ماشي غير أنني كنت سارة غير من أجل باش نشوف المناظر الخلابة تاع المنطقة ولا لا، ولكن كان عندي استعانة بالناس ديالها، بنفس تلك القرية بالضبط، كنجلس معاهم، كنسولهم، كنتحدث معاهم، الوضعية الاجتماعية ديالهم كيف عاملة، الوضعية الاقتصادية ديالهم كيف عاملة، هذا حتى هو كان عندي سبب بأنني باش نأسس تعاونية. لان التعاونيه ديال بيو سليم هي ماشي تعاونيه ديال الهدف ديالها هو الربح او ولا داك، لا، الهدف ديالها الشيء مع اكثر ما هو ربحي. يعني ان كاين واحد المنطق انساني لربما ان نساعدوا داك، كنساهموا في التمكين الاقتصادي ديال هاد النساء. ضروري ضروري. اكيد اكيد. جيد. في البدايه ديال المشروع ديالك احنا عرفنا الدافع اللي كان عندك باش تاسسي المشروع، واش كانت عندك واحد الرؤيه؟ يعني هذا المشروع في البدايه ديالو شنو الرؤيه اللي كانت عندك عليه؟ هو في البداية كان حلم. نعم. كما كيحلموا الناس كاملين. عطيت واحد، هو كان حلم، عطيت واحد المنظور بسهولة وبلادك، ولكن في نفس الوقت ما أسس وضعت التأسيس ديالي لدى مؤسسات الوصية على القطاع ديال الفلاح اللي خاص بالتعاونية. نعم. لقيت إكراهات كثيرة بزاف. مزيان. البدايات كنعرفوا دائما انها صعبه، البدايات ليست سهله، وكما كنقولوا ان الطريق ديال النجاح مليء بالصعوبات. الناس المشاهدين، خوتنا الفلاحه اللي كيستمعوا لنا اليوم، انا متاكد ان كاين منهم اللي بغى يكون بحال احسان، اللي بغى انه ينشا المشروع ديالو، ينشا التعاوني ديالو، خصوصا ان المغرب غني بالثروات الفلاحيه ديالو. شنو التحديات اللي كانت في البدايات ديالك احسان؟ كما كتعرفوا اي مشروع ولا اي فكره ولا اي تاسيس تعاونيه او اي حاجه راه ماشي من البدايه ديالها سهله، لان حتى شي حاجه ما كتاسس فوق السجاده حمراء كما كنقولوا. انا كتاسيس انا لقيت صعوبه كثيره ولقيت اكراهات وتحديات،
ولكن ورغم ذلك بالصبر والمثابرة ولادك وصلنا للهدف ديالنا. وهذا الصبر شكون اللي خلانا ان احنا نزيدوا الصبر ونثبتوا بالصبر ديالنا؟ هي الاوراش الملكيه اللي كان ينزل بها صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، ولا القطاع الوصي ديال الوزاره ديال الفلاحه. وهذه هي اللي خلتنا، لان انت كتعرف الجيل الاخضر، انا دخلت انا ما لحقتش الجيل المخطط الاخضر ولكن لحقت الجيل الاخضر. كما كتعرفوا الجيل الاخضر هو حافل وسخي بالدعم ديالو، بالمواكبة ديالو، بالمتابعة ديالو. والحمد لله احنا كنا محظوظين رغم التحديات رغم هذاك وبالصبر ديالنا، احنا الحمد لله محظوظين ووصلنا. جيد، بغيت نناقش معك واحد النقطة مهمة، هي الخطوة الأولى في إنشاء هذه الفكرة كانت، ولكن فاش كنعرفوا أن دائما البدايات هي اللي صعبة والخطوة الأولى هي اللي كتكون صعيبة. كيفاش كانت الخطوة الأولى؟ أن خصوصا أن غتخدمي مع نساء من العالم القروي، كيفاش خصك انك تقنعيهم؟ كيفاش انك تجمعي هاد النساء؟ اشرحي لهم الفكره. تحدثتي على السياحه الجبليه التضامنيه، نحن كنعرفوا ان السياح يعني ملي كيمشيو للقرى تلك القرى فيها منتجات مجاليه، كيفاش قدرتي انك تقنعي هاد النساء؟ كما كتعرفوا التعاونيات بلو سليم حاليا بعدا كاين المقر ديال بجامعه ديال مركز زراقوبه، جامعه قياده الدردره. انا بالضبط حطيت بغيت نكون تعاوني عند فتك المكان هذاك بقرب من مدينه شفشاون، كتبعد عليها غير 800 كيلومترات، وتلك المنطقه هذيك زاخره بالثروات الطبيعيه ديالها، كاين تنوع كثير لا من الغابات ولا من النباتات ولا من الاراضي خصبه، حيت كتوجد على السد ديال بريسا وكيصب فيها السد ديال مولاي بوشه، لان غنيه بالمياه وعندها اراضي الفرشه المائيه كاينه وعندها اراضي كثيره اللي كتقوم بالزراعه ديال الحبوب، وتلك الحبوب اني انا كنحولهم وكنتمنهم في المنتوجات المجاليه ديال التعاونيه. ورغم ذلك هاد الناس هذا باقي كيعانوا من الفقر، باقي كيعانوا من الهشاشه، سواء كانت هشاشه اقتصاديه او الاجتماعيه. على ذاك الشيء انا حدث انني تكون عندي مركز تما ديال التعاونيه. جيد. انا في في في, في البدايه جاتني صعيبه بانني باش ننقل الناس، انا قلت حيت الناس بحكم انهم قريبين من مدينه شفشاون باش يكونش عندي صعوبه معهم بانهم يلتجؤوا يخدموا في هذاك، ولكن لقيت صعوبه كثيره 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 بزاف. قربيني من هذه الصعوبات. هذه الصعوبات اولا انا ما التجأت عند الناس واقترحت عليهم بان احنا اسسنا تعاونيه عندكم في المنطقه وبغيتكم تجيبوا المنتوجات ديالكم وتخدموها تما في التعاونيه، وما حبذوا الفكره كنساء ولكن كرجال وكعائلات ديالهم، هما اللي كان عندهم واحد الحاجز مانع لهم بانهم باش يلتحقوا بالتعاونيه او يساهموا في التمكين الاقتصادي. ولكن بالصبر والمثابرة والإقناع الحمد لله خرجناهم، استطعنا أنهم خرجوا من تلك القوقعة ديالهم، والحمد لله راه دابا تقريبا من تلك المنطقة هذاك راه 30 مرة هي اللي كاينة معنا داخل المنطقة. نعم، وهذا عدد ماشي سهل. ماشي سهل. نعم. والناس اللي عندهم الأراضي مثل الأرامل والمطلقات تما عندهم أراضي ديالهم، احنا أعطيناهم المواد الأولية ديالنا كحبوب، أعطيناهم هما يغرسوها عندهم تما وحنا نشروها من عندهم للتعاونيه. ما قدرتش تعطينا واحد المثال تقربينا ان بعض النساء اللي كيفاش قدرتي انك تقنعيهم؟ خصوصا كنعرفوا ان يعني العمل في الحقل او العمل في الباديه غادي ينتقلوا لواحد المستوى اخر اللي هو العمل في التعاونيه اللي هو التسميل اللي هو الانتاج، كيفاش كانت هذه المرحله بالضبط؟ المشكل اللي كاين هما عندهم ديك الهاجس ديال الخوف انهم يلتحقوا للمقر انهم يخدموا وما يطلعش شكل الخدمه اللي بغينا حنا، ولا لانهم عندهم التكوين ديالهم عفوي وخافوا بان ما يكونش الخدمه اللي باش يخدموها هما في ديرهم يخدموها عندنا داخل التعاونيه. نعم. حنا بقنا ما قنعناهم بان باش يكون عندهم مواكبه وباش يكون عندهم تكوينات وباش يكون عندنا الات، بعض الالات اللي باش تساعدهم باش تخدم، عاد التحقوا بينا. يعني عطيتيهم الحافز باش يكونوا معنا. باش يكونوا معنا. وايضا هذا الشيء كيعطيهم حتى واحد الثقه في النفس ديالهم ان كيوليو نساء منتجات قادره انهم ينفعوا هذا المجتمع، قادره انهم ينزلوا للسوق. فعلا. نعم. فعلا. شوف حنا اذا شفنا بان النجاح ديال التعاونيات هو مرتبط بالاعضاء ديال التعاونيه. نعم. ماشي كالمكتب، بالفريق، بالمنخرطه ديالهم. نعم. اذا عرفنا بان النساء القرويات وكنوجه لهم التحيه ديالي وكنوجه لهم الشكر وكنهز لهم 100,000 قبعه. نعم. تبارك الله عليهم. راه النساء القرويات راه معروفين بالصبر
معروفين بالعطاء، معروفين بالقوه، معروفين بالجبروت. نعم. وخليك من الكرم بالجبروت، اصلا هما جبار تبارك الله في كل شيء ديالهم. وما ننسوش بان يدهم كد الحرير الذهب. صحيح. لان احنا النجاح ديال التعاونيه ديال بيوسالم ولا التعاونيه ديال الاقليم كامل بالنساء القرويات. وما خصهم غير شكون يسقلهم، خصهم غير الصقل، غير شكون يدفعهم. صح. دابا غندوزو للمواكبه. هاد النساء جبناهم من الديور ديالهم، عندهم واحد كما قلتي واحد الانامي اللي هي ذهبيه، كيقدروا كيصنعوا واحد المنتجات مجاليه اللي هي جميله. دابا غندوزو للمواكبه، كيفاش كتواكبيهم وقدرتي في البدايات ديالك كيفاش واكبتيهم في التعاونيه؟ بالنسبه للمواكبه اللي انا كانت عندي سهله مع النساء القرويات المنخرطات اللي داخل التعاونيه. النساء علمتهم واكبتهم كيفاش يخدموا، كيفاش نخدموا، كيفاش نحركوا الالات، كيفاش نشغلوهم، شمن ساعه شحال خصنا كل اله كل ساعه ديالها شحال، وهما كيقيدوا تكشي عندهم. في التاخير ما سهل عليهم الخدمه وسهلت عليهم الامور، قسمت لهم الوحدات. جيد. قبل تقسيم الوحدات واش كانت شي صعوبات في هذه المواكبه في البدايه ديالها؟ كان صعوبة أكيد، لأن أول حاجة في المرة الأولى ما كانش عندهم دراية بالآلات، ما كانش عندهم دراية بالتتمين، ما كانش عندهم دراية، ولكن بالمواكبة والمتابعة راه تعلموا كل شيء في ظرف وجيز. نعم. في ظرف وجيز. كانت هذيك الرغبة. كانت عند الرغبة، حتى هما كان عندهم الرغبة. قبل ما كنت أنا عندي الرغبة وحتى هما عندهم الرغبة، ما كتكون رغبة واحدة، إذا كيكون عمل متناسق وكيكون عمل سهل سلس. جيد. ما كيكونش عندنا فيه الإشكالية. وبعد ما تعلمتك الالات تعلمتك الشيء هذاك قسمت لهم الوحدات. كاينني رئيسه ديال الوحده ديال الانتاج، كاينني رئيسه ديال الوحده المواد الاوليه، كاينني رئيسه وحده ديال التلفيف، على التلفيف وعلى التيكطاج كيف كتحطهم قسم متناسق. كاين اخرى رئيسه ديال الوحده ديال الستوكاج ديال التخزين، هي اللي كتراعي هذاك ديال التخزين وتشوفوا واش تعرض للاتلاف ولا لا ولا هذه. وكاينه معنا بنت، كاين معنا اخرين بنات عندهم حصن على الاجازه وحصن على الدبلوم في الليستيه. هذا ما كخولنا لهم الاداره وقسم المبيعات، لان هما ما جاوش غير يخدموا معنا، جاو حتى انهم ياخذوا معنا ستاج كما كنقولوا يعني حتى يتكونوا الميدان تجربه الميدان، لان العالم الدراسي ليس بالعالم الخارجي. نعم. جيد. وكنظن ان هذا الحس المبادره اللي عندك احسان، وكينبع من واحد الحب لهذا المجال، وكينبع من واحد الرغبه انك تساعدي نساء اخرين. ضروري. شوف انا الحب ديالي كمساعده انسانيه اكثر، وشي معي اكثر من انتاجيه. جانب انساني. جانب انساني. علاش؟ حيت كما كنشوفوا حنا الشباب عندنا حاملين مشاريع، حاملين افكار، حاملين بزاف ديال الحوايج، شنو ناقصوا ما نقولوش الخوف، ولكن ما عندهمش تلك الاراده ولا تلك العزيمه. الدفعه الاولى. خصهم تلك الدفعه الاولى. جي. انا كنتلاقى بهم وكنجمعهم، وفي الغالب كنعرضهم يجوا عندي التعاونيه باش كيشوفوا التعاونيه، كيشوفوا النجاح ديالها، كيشوفوا كيف عامله، وكيشوفوا تلك الاراده كنزيدوا نعزوها من الداخل في الداخل ديالهم، باش حتى هما يلتحقوا بالمشاريع ديالهم، يحققوا المشاريع ديالهم. كيثيقوا في راسهم. كيثيقوا، كنعطيهم واحد الثقه وكنجددوا لهم الثقه فعلا، وما كيكون عندهم غير خصنا غير نجددوها لهم. كيخرجوا مقتنعين وكنبادروا معاهم وكنأسوا معاهم حتى كيوقفوا على رجلهم. خصوصا ان هاد الناس هما راه طاقات تبارك الله، كاينين شباب. خصوصا ان مبادره المثمر تعتمد على ان نخدموا مع الشباب، نواكبوا الشباب، وهذا هو الهدف ديال هذا البودكاست، ان نشجعوا المزيد من الشباب انهم يستثمروا في هذا المجال في القطاع الفلاحي. غنمشي بك احسان، كيفاش كان اللقاء الاول ديالك مع مبادره المثمر؟ اللقاء الاول ديالي كان مع السي عبد الدايم، ومن هذا المنبر هذا كنتقدم له الشكر الجزيل، لانه هو مجرد ما عرف بان التعاونيه تاسس داخل شفشاون وفي القطاع الفلاحي، هو غير مجرد انه ما سمع الخبر كيتصل بيا. وكان اول لقاء ديالو هو كان مع التكوين في دار الشباب ديال بني احمد الشرقية ديال إقليم شفشاون. نعم. هذا أول تكوين. هذا أول تكوين. نعم. اللي أنا تكونت معاه في مع المثمر. نعم. هذا أول تكوين. كان تكوين مشيتي بوحدك؟ مشيت بوحديتي. جيد. وكنت باقي ما عنديش مقر، باقي ما عنديش، يلا كنا غير أسسنا. وكانت التكوين في كيفاش تأسس التعاونية، كيف تجيري التعاونية، كيف تخدم، كيف هذوك. وكان اللقاء الثاني مع المثمر كان هو ديال فكرانخا مع المكتب ديال الاستشاره الفلاحيه. وهو كان كيفاش تاخذ التربه من الارض، شحال ديال السنتيمات. نعم. باش تاخذ منها التربه، وفين باش تحطها، شمن هذاك باش تحطها،
انت تصيفط المختبر باش تعرفي نوع السماد اللي صالح، نوع السماد اللي صالح انت في التربه هذيك، ونوع البذور اللي يقدر تعيش في تلك التربه هذاك تلك المكان هذاك. ربما غادي نسولك على الشعور ديالك في هذيك اللحظه. احسان في واحد المرحله كانت عندها غير فكره انها تاسس التعاونيه، اليوم هي دخلت انها كتكون كتشوف راسك غدا وكتزيد في هذا المجال. كيفاش كان الشعور ديالك في هذيك اللحظات، خصوصا انك غادي تمشي وتقاسمي التجربه ديالك، تقاسمي هذا الشيء اللي خديتي من التكوينات مع نساء التعاونيه؟ انا الهدف ديالي ما لا حدود، باقي ما عملتلوش الحدود ديالو، عندي هدف وكما كنقرب له كما كيجيني بعيد، كيجيك هدف اخر، كما يجيني هدف اخر بعيد. نعم. كما كنهيئ له صوره اخرى. انا الهدف ديالي كنبدل له من صوره لصوره. نعم. وكل ستك الصوره اللي كنبدل فيها الهدف ديالي الا كان جور معايا قافله اخرى من النساء ومن الشباب ومن الافكار. على داك الشيء هذاك انا باقا غادا ان شاء الله يا ربي، وباقا ما وصلتني الهدف ديالي اللي باغيه انا نوصل له. وانا مأكد احسن ان غادي نشوفك ان شاء الله طورتي اكثر واستمرتي في هذا القطاع، لان هذيك الرغبه الدفينه اللي عندك لداخل واللي زرعتيها في نساء التعاونيه، يعني البدايه كانت عندك ومن بعد انك نقلتي هذيك الرغبه، نقلتي هذاك الحب للمجال النساء ديال التعاونيه، وهذه حاجه مزيانه. وانا مأكد ان مجموعه ديال النساء الفلاحات اللي كيشاهدونا اليوم في هذا البودكاست غادي تحرك فيهم شي حاجه لداخل. اكيد انا الحمد لله انا عاد مؤخرا كنت التجأت مع جمعيه ادي ال. نعم. لان قامت بالانشاء ديال التعاونيه في بني سميح، وهذه تعاونيه ديال اللوز، وطلعت وعملت لهم حملة تحسيسية على التعاونيات وهذه، وإن شاء الله ربي أنا باش نواكبهم، وباش يكون التثمين ماشي غير في اللوز وفي هذاك، ولكن باش يكون التثمين إن شاء الله ربي في مادة أخرى اللي محتاج لها، اللي حنا ناقصين فيها. نعم. في الأسواق المغربية. إن شاء الله باش يكون حليب اللوز. جيد. إن شاء الله. كنعرفوا أن الفوائد الصحية ديال حليب اللوز اللي هي مهمة جدا. بزاف بزاف بزاف. ربما أنا اللي عجبني أحسن في الحوار معك ان دائما كاين الطموح، دائما كاين واحد الهدف، دائما ان كنوصلوا لواحد الحاجه كتبان لك حاجه اخرى. كتبان لي ضروري كما قلت لك، انا الهدف كنكون وصلت له، وما كنوصل له كنلقاه ماشي بديك الصوره اللي بغيت انا، او كنعطي صوره اخرى. نعم. كنكبر له الصوره، او كنعطي اطار اخر اللي يليق به، او تنبقى نجري 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 حتى نوصل لديك الصوره هذاك اللي باغي انا. من المنتوجات اللي كتنتجوها في التعاوني ديالكم صرغو، حتينا عليه، شنو لربما الفوائد اللي كاينه من هذه النبته؟ هو تصنف المرتبه الخامسه عالميا. نعم. ومسمي اصلا بالحب بالذره الحافظه. على سموها بالذره الحافظه لانه هو ما كيبغيش اي في اي ارض كيتغرس، سواء كانت ارض كلسيه او رمليه او كتعرف بالنسبه ديال الملوحه او كما كانت كينبت فيها، كيتاقلم مع جميع انواعها، كيتاقلم مع جميع هذوك. وعلاش سموه ايضا بحافظه؟ لانه هو تيبغيش الماء، وهذا النوع هذا ديال الحبوب هو اللي كيلائم الظروف المناخيه اللي كيعيشها العالم. والسرغو هو كينتمي لفصيله الدخن، بحالو بحال الكينوا بحال يلام بحال هذاك. شنو السرغو؟ السرغو حنا عندنا بالاسم ديالو اللي كيعيطوا له الذره الرهونيه، اللي كيعيطوا حنا كنعيطوا له الذره الحمراء. وما عملت انا عليها الدراسه وبحثت عليها، لقيت بان السرغو كيضاهي الكينوا. السرغو الذره الحمراء كتضاهي الكينوا من القيمه الغذائيه ديالها بزاف. لان علاش هي 100 غرام ديالها كتساوي 33.42 48 كربوهيدرات، اي كتعزز البناء ديال العظام ديال الهشاشه ديال العظام، مزيانه بزاف من الجرثومه ديال المعده. حبس الدواء ديال الجرثومه وكل السرغو في ظرف شهر، وتكون رجعتي تبارك الله المعده ديالك ما نقولكش، قولون العصبي لي بلاكيت. انا السرغو كنستعملو انا تمنتو في المنتوجات المجاليه، وكما كتعرف تعاونيت بلوسان تصنفت هي الاولى على الصعيد الوطني في التثمين ديال العلف، في التحويل ديال العلف للمنتوجات المجاليه. نعم. حنا معنا كليان ديالنا معظمهم مريض بالسرطان، مرض السرطان، الله يشافي العباد، وكياخذ من عندنا هذا المنتوج في الدقيق ديالو ديال الخبز، في ليباط ديالو، في الكسكس ديالو، في البلبوله ديالو، لان السرغو كيرفع لي بلاكيت مزيان بزاف. جيد، يعني انكم حولتوا هذه النبته المنتوجات المجاليه يستافدوا منها الناس. وحنا عندنا حتى النساء المرضعات في اقليم الشفشاون، اذا تعثر عليهم الحليب ما جالهمش
تيشربوا غير الحشوه ديالها غير في ظرف 48 ساعه كدير الفوطه على التادي ديالك في كسرت جيد الحليب اللي كينثر من التادي وكذلك ما كيجيو عندنا حتى البقر ولا المعز ولا المعز يولدوا كنسخنوا لهم شويه حتى الحبوب هذاك مع الزيت بلديه غير شويه وكنعطيوها لهم انا كنقول لكم وشهدوا على هذه المقوله هذه شتي الصرغو اذا تواكبنا فيه ان شاء الله يا ربي ومشينا فيه تعاوني يا سيدي وسالم لحد الان راه وزعت اكثر من 50 كيلو داخل الوطن على الفلاحات اللي تابعين برنامج المثمر هذا كنا لقيناه تلاقينا مع بعضتنا ورسلنا لهم حتى هما يزرعوه حتى هما يقاسموه مع الفلاحات ديالهم كل منطقه كاين جديده كاين وزان كاين افران كاين خميسات كاين في حد كورت اللي رسلنا لهم كاملين هاد الفلاحه كاملين رسلنا لهم زريعه اصليه باش يزرعوها يعني شاركتوا التجربه شاركنا التجربه مع الناس التجربه الاوليه باش شاركتوها مع الفلاح شاركناها مع الفلاح لان علاش انا كنقول لكم الصرغو هو اللي باش ينقذ البشريه من المجاعه وباش يخفف العبء على المستشفيات من القيمه الغذائيه ديالها اللي كيحملها جيد شنو هما المنتجات الاخرى اللي عندكم في التعاون يا لاله حسن منطقه ديال الاقليم شفشاو معروفه بالحبوب الطبيعيه ديالها عندنا الكسكس عندنا الباط العجائن الغذائيه كاين الدقيق ديال الخبز وكذلك كنقوموا بالتثمين ديال التوابل والاعشاب هذا مكملين حاصلين على الشوي ديال الانصال ديالهم وديال الاعشاب راني قريبه نشدها وما احوجك وما اغناك على الاقليم الشاور متراوته ديالو حيت هو اصلا كيوجد بين المحميتين ديال تلسنطان وديال بوهاشم جوج محميتين وغنيه بالثروات الطبيعيه وكما انني كنقوم اصلا ايضا بتجفيف الفواكه الغبويه تشوف العليق هذا كنعيطوا حنا فارماسيان الكون والزعرور الزعرور او ادمام كما كنقولوا له حنا ادمام او الزعرور والتوت البري جيد احسان هاد المنتوجات المجاليه الفلاحيه نتوما كتنجوها في التعاونيه وكما كنعرفوا ان المثمر كيعتمد على مقاربه تشاركيه يعني مع مختلف الفاعلين كيخدم على التطور التكنولوجي كاين تطبيقات عند المثمر اللي كتساهم في التسويق منهم تطبيق التسويق شاركي معنا التجربه ديالك في تسويق هذه المنتجات كيفاش كانت البدايه وكيفاش ان المثمر زاد دعم او زاد طور هذه الفكره ديال باش تسوقوا المنتوجات ديالكم للمغرب كامل كما اسسنا وحنا مواكبنا المثمر لا من التكوينات ولا من المواكبه ولا من المتابعه ولا من نزول ارض الميدان كينزل معنا حتى في الارض الفلاحيه عند الفلاحات كينزل معنا وكيواكبنا شحال الارض هادي فين غدا شنو عملتو فيها شنو هادي كيشوف النبات كيف طلع الزرعه ديالو واش مأهله مزيان ولا لا واش كتعاني من شي مرض دائما مواكبنا وحدثوا منصه ديال التسويق كذلك ومثال علمونا ودخلنا ليه حتى حنا وحطينا فيه المنتوجات ديال الصور ديال المنتوجات ديالنا كنعرضوها حتى ومن غير التسويق وربطنا حتى التشارك بين الفلاحين والفلاحات جيد كنتبادل مع بعضنا المعلومات وكنتقاسموا التجارب والخبار بيناتنا نعم حكين حتى تطبيقات مار يعني النباتات كتشوفوا الاعشاب الضاره يعني هذه المقاربه التشاركيه عاونتكم بزاف ضروريه واي جديد كيكون عند المثمر الا كينزل تك التطبيق هذاك وكيكون حنا عندنا به درايه بعين نعم وهذه حاجه جيده هذا المسار ديالك احسان تبارك الله عليك بعدا يعني درتي واحد المسار اللي هو زوين شنو اللي كيخليك كل صباح احسان كتفيقي انت ناشطه نساء نعم نساء القرويات اللي معايا لان عند فتح لهم الابواب كيستناونا كما هما كيستناونا حتى وليداتهم كيستناوهم في ديورو هما محتاجين الاكل محتاجين الملبس داخل الدخول المدرسي التسجيل التروسبور ديال النقل المدرسي الادوات اللباس الجديد التسجيل ومن كيستناونا على تكشي اللي كيخليوني انني واخا كنكون مريضه كيخليوني نوض ضروري الحافز ضروري نعم احسان شفت الدموع ديالك طاحوا وهذا كنظن انه جم واحد واحد تذكر واحد المسار اللي ما كانش سهل يعني ما كانش سهل فعلا ما كانش سهل ولكن انا قلت لك بالصبر والمثابره راح حتى زدنا هذا هو الاساس بعد هذه السنوات كامله لاله احسان في العمل في مجال يعني التعاونيات انا مأكد ان مجموعه من المشاهدين مجموعه من خوتنا الفلاحه والفلاحات اللي كيشاهدونا اليوم
باو نصائح كيفاش يقدروا انهم يدخلوا هذا المجال؟ انا النصيحه اللي كنقدمها للفلاحات ولا اللي حامل المشاريع واللي عندهم افكار كنقول لهم ما ترددوش في الافكار ديالكم، زيدوا علاش مادام صاحب الجلاله حلكم الابواب لا بالاوراش ديالو ولا بالعطاء ديالو ولا بالتحفيزات ديالو، كذلك من الوزارات المسؤوله لا من الفلاحه ولا من القطع ديال الصناعه التقليديه والسياحه راح فتح افاق وحط برامج اللي ما تصورش انت، ما كانش عندنا في التصور ولا في البال، ومدعمه حتى اوراش ومدعمه حتى مشاريع ومدعمه. اذا ما علينا الا احنا ناخذوا قلم وناخذوا ورقه ونحددوا الهدف ديالنا وندخلوا للمواقع الاجتماعيه ونسجلوا ونلتحقوا ونبنوا راسنا ونبنوا ذاتنا بيدنا. انا مأكد ان كاينه طاقات شابه اللي كتشوف فينا اليوم. نصيحه اخيره حسن. النصيحه الاخرانيه انا كنقول لكم راه المغرب والوطن محتاج لكم والناس محتاج لكم. خاصنا نكونوا حنا قد يدينا بالاراده ديالنا ان شاء الله، والابواب مفتوحه وكل شيء مفتوح، ما عليهم الا انهم يبادروا وتكون مبادره من عندهم تجي من عندهم. لالي حسن كنشكرك على الحضور معنا اليوم في هذه الحلقه، صراحه انا اثرتي فيا لان القصه ديالك ملهمه، وانا مأكد ان العديد من الساده المشاهدين وخوتنا الفلاحه والفلاحات اللي كيشاهدوا القصه ديالك غيتاثروا بهذا المسار ديالك، وانا مأكد ان شاء الله ان غادي يوصلوا حتى هما واحد النهار وغادي تكون عندهم واحد المسار اللي هو حافي في الحياه ديالهم. ومن هذا المكان هذا انا كنتوجه بالشكر الجزيل لكم. وايضا كنتوجه بواحد الرساله. هذه المؤسسات اللي مسؤوله يوفروا معارض، يزيدوا من معارض، ويبنيوا اسواق تضامنيه داخل كل المدن. وثاني حاجه، وكذلك نوجه رساله للمستمع الكريم اللي باش يسمع لنا ولا الشعب المغربي كافه، انه يجدد الثقه ديالو في المنتوجات المجاليه. لالي احسان شكرا لك على التقاسم، على المشاركه. القصه ديالك فعلا ملهمه وانا اثرت فيا، وانا مأكد ان العديد من الساده المشاهدين اللي كيشاهدونا اليوم اثرت فيهم هذه القصه، وما غادي تخليهم غير يخدموا اكثر، وكنبغي نقول لهم باللي المثمر ديما معاهم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم بودكاست المثمر كونكت. شكرا لكم على حسن المتابعه. احنا في مبادره المثمر كنعتمدوا على مقاربه تشاركيه كتنبني على شراكه قويه بين مختلف الفاعلين من مزارعين وخبراء وفلاحين. داكشي علاش بغيناكم تساهموا معنا في حلقات هذا البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بغينا نسمعوا منكم سيد او سيده فلاح او فلاحه تبغيوه يكون معنا هنا ويشارك معنا التجربه ديالو باش نحبوا الفلاحه الجيل اللي جاي ونخليهم يستثمروا في مجال مليء بالفرص. نتلاقاو في حلقات قادمه في امان الله. الى اللقاء.